إطار النهضة الحضارية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى خطى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى العالمية بالاستعانة بالخبراء والمهندسين والفنيين الأكفاء في جميع المجالات العلمية وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، تم تحقيق التميز في الأداء والجودة في الإنتاج في جميع مجالات التصنيف لاحتلال الصدارة والوصول إلى مقعد الريادة. هيئة الإمارات للتصنيف، تصنيف لسلامة الأصول، تصنيف ماريتاي، تصنيف رينا لضمان الأعمال. هيئة الإمارات للتصنيف. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحدث الاقتصادي الأهم الآن في مصر والمنطقة العربية، والذي تشرفنا فيه منذ قليل بطبعا حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحقيقة قلاع مصرية وعربية تشهد هذه الاحتفالية وهذا اللقاء وهذا الحدث الهام، منها أيقونة الخليج العربي موانئ أبو ظبي، والتي شاركت هنا في هذا الحدث سيداتي وسادتي بجناح وصف بأنه من أفضل الأجنحة التي حضرت تنسيقا وأيضا لقاءات عدة مع عدد كبير من الجهات المصرية والعربية. موانئ أبو ظبي لها سمعة طيبة وخاصة في مصر هنا، يعني أولا حضرتك بترى أنه حدث طفرة كبيرة في موانئ أبو ظبي خلال العامين الماضيين. الحمد لله، يعني وجود موانئ أبو ظبي هني من ضمن يعني من توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية، والترابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر يعني له دور كبير، يعني القيادتين في تواصل مستمر، في اتصال مستمر، ونحن الموجودين كمجموعة موانئ أبو ظبي لتلبية وإثراء هذا الموضوع على أرض الواقع. سيادتك رئيسا لهذا الوفد شرف كبير لنا كمصريين، ولهذا الحدث بماذا تصف وانطباعك عما حدث في هذا الحدث الاقتصادي؟ والله الحمد لله نحن نشوف هذا حدث مهم جدا بالنسبة لنا، في مشاركة كبيرة من شركات عملاقة وتواجد جهات من دولة مصر العربية وجهات خارجية، التقينا بعدة شخصيات مهمة وتمت عدة لقاءات ونقاشات يعني على هامش المؤتمر. يعني حضرتك نقول أولا آخر محور وهو الجودة، نحن برنامج فرسان التنمية وأنتم من فرسان التنمية، يعني ماذا عن الجودة في موانئ أبو ظبي؟ والله الحمد لله موانئ أبو ظبي يعني إذا تكلم يعني الأسم هو موانئ أبو ظبي، لكن موانئ أبو ظبي تشمل عدة قطاعات، نتكلم عن قطاع المواني، نتكلم عن قطاع اللوجستي، الخدمات البحرية، المدن الصناعية والمناطق الحرة، والقطاع الديجيتاليزيشن هو الرقمية، الرقمية نعم. نعم. فيعني الجودة يعني هي أساس أساس العمل في موانئ أبو ظبي. نعم. السيد سيف هو رئيس طبعا الوفد الإماراتي الممثل في هذا الحدث، يعني اسمح لنا فندم
يعني ليس أقل من أن يتم يعني هذا الدرع درع فرسان التنمية الذي يعبر عن معايير الجودة التي تتبعها طبعا موانئ أبو ظبي، يشهد التاريخ ويوثق رموزا من العلماء والخبراء ورجال الأعمال والإنتاج، حفروا أسماءهم بكل فخر واعتزاز بمداد من ذهب. والله نحن شاكرين جدا على استضافتكم وعلى يعني تقديركم الكبير في هذا الموضوع، و يعني أود أن يعني بعد شكركم أود أن أختم رسالتي بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أولاه من اهتمام، وكيف كانت المنظومة والمتابعة الحديثة، واللي خلت يعني أن اهتمامنا نحن يزيد، ونشوف أن احنا يعني نحن نشوف نفسنا في دولة واحدة سواء في مصر أو في الإمارات. فشكرا وشكرا للشكر الجزيل. بنتجه هنا إلى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا هنا لواحدة من الشركات والأفكار العربية التي أثبتت تواجدا رائعا على المحيط الخليجي والعربي، وهي تصنيف ممثلة من خلال موانئ أبو ظبي ومتواجدة هنا في هذا الجناح الذي يمثل الصديقة القريبة والجارة العزيزة دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعاون وثيق بيتم بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. هيئة الإمارات للتصنيف، تصنيف لسلامة الأصول، تصنيف ماري تايم، تصنيف رينا لضمان الأعمال، رؤيتنا قيادة التغييرات وتلبية الاحتياجات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. الآن الحمد لله دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت في وقت وجيز في أقل من 10 سنوات بنهوض بقطاع مهم جدا، وهي قطاع البحري في مجال تصنيف السفن، وكذلك في مجال ضمان الأعمال، وكذلك في سلامة الأصول. نقل البحري بشكل عام. نعم، نقل البحري والصناعة كذلك. طبعا الحمد لله هيئة الإمارات للتصنيف تعتبر هي الهيئة الأولى في الوطن العربي والوحيدة حتى تاريخها. هذه الشركة استطاعت في وقت وجيز مثل ما ذكرت أن تقطع شوط كبير ونهوض بالقطاع البحري. الشركة لها 3 أذرع. سيادتك بترأس. نعم، أنا رئيس الهيئة الإمارات بالكامل. نعم. وعندي 3 شركات، ولكل شركة لها مدير خاص. نعم. اللي هي اسمها ايه يا فندم؟ نعم. تفضل. الشركة تصنيف الماري تايم اللي هي في قطاع البحري، وكذلك القطاع الآخر اللي هو تصنيف رينا لضمان الأعمال في قطاع شهادات المطابقة الأيزو، وكذلك أعمال خاصة بالجودة ومطابقة المعايير الدولية. معايير دولية. وكذلك القطاع الصناعي، القطاع الصناعي كذلك في نفس المجال تفتيش السلامة. سلامة. سلامة. نعم. أصول. والسلامة أصول، هي سلامة أصول شغالة في مجال اللي هي تأكد على جودة المنتج، وكذلك سلامة المنتج، وكذلك محافظة للبيئة كذلك. ببساطة شديدة فكرة تصنيف. نعم. فلناخذ مثال من أمثلة. طبعا القطاع البحري التصنيف السفن هي شبيهاتها مثل لويز، البيروفيرتاس، دي ام في، اي بي اس، الشركات العالمية في مجال تصنيف السفن. فنحن تقريبا من ضمن الهيئات العالمية في مجال تطبيق العمل. نحن لم ندخل بعد الى رابطة الايكس، ولكن نحن هدفنا الأساسي وصول إلى أيكس إن شاء الله عما قريب. هيئة الإمارات للتصنيف. أما القطاع الثاني، قطاع ضمان الأعمال، فمثال آخر الآن في الإمارات القطاع الصحي تشرف عليها تصنيف في جودة البيانات، في تطبيق كذلك عملية التفتيش على المنشآت الصحية من مستشفيات، من عيادات، كله. نعم، على مستوى إمارة أبو ظبي حاليا. فالحمد لله احنا قطعنا دور كبير، ونحن شركاء لنا شركاء استراتيجيين اللي هم إدارة الصحة أبو ظبي. هيئة الإمارات للتصنيف،
حق الأداء العلني أو حق يعني أن تمتلك الإمارات النو هاو بتاع هذا الأمر، لأنه أول مرة يحدث في العالم. نعم، هي العملية التصنيف بشكل عام وبشكل خاص تصنيف السفن ليس بالسهل في إنشاء كهيئة، ولكن بجهود القيادة الرشيدة في بلاد الإمارات استطاعت تصنيف النهوض بالمجال هذا وبشكل مشرف الحمد لله. نعم، والآن إن شاء الله بإذن الله تعالى مع التعاون مع الجانب المصري بنفتح مكتب ونتوسع في الوطن العربي. هدفنا إن شاء الله يكون تصنيف عربي. نعم إن شاء الله. جميل. هيئة الإمارات للتصنيف، تصنيف لسلامة الأصول، تصنيف ماريتاي، تصنيف رينا لضمان الأعمال. رسالتنا إطفاء قيمة المجتمع عن طريق تعزيز سلامة الأرواح والأملاك. فارس التنمية هو الذي يقود المنظومة الاقتصادية العربية نحو مزيد من التنمية، ولذا اسمح لنا يعني بصفة حضرتك الرئيس طبعا يتم تكريمها فارسا من فرسان التنمية، يشهد التاريخ ويوثق رموزا من العلماء والخبراء ورجال الأعمال والإنتاج حفروا أسماءهم بكل فخر واعتزاز. يا دكتور مصطفى، أنت أكرمتني اليوم وأنا صراحة لي الفخر أني أكون مع وسط معلميني. مصر هي اللي علمتنا في الإمارات وهي التي كان لها الفضل وجودنا اليوم. نحن ما وجدنا هنا في مصر إلا بجهود من هم قاموا بنقل المعرفة العلمية الحقيقية إلى شعب الإمارات، وأنا للفخر وأشكرك جزيلا على الإتاحة لي الفرصة بوجودي هنا وتكريمي. حضرتك بماذا تعلق على تكريم تصنيف؟ تصنيف دي من الحاجة اللي أنا كنت بتمناها في غرفة التجارة والصناعة المصرية، وإن شاء الله بنحاول نساعدهم بكل طاقتنا إن هم ينقلوا التكنولوجيا لمصر ويكونوا هم البداية، لأن بداية طيبة من دولة طيبة يعني. تكريم واجب هنقول، لأن هم فعلا رواد في مجال الكلاسيفيكيشن سوسايتي بشكل عام في المنطقة العربية. أول من خد الفكرة بشكل جدي جدا وعمل على خطوات حقيقية ونفذوها. والله هو ده تكريم واجب، واي شركه اماراتيه ده بلدها تاني هنا في مصر، وبنامل ان شاء الله ان نشاط شركه تصنيف يبدا يمتد للسوق في مصر، بحكم ان ممكن يبقى ليها الرياده في المنطقه كلها بالتعاون مع الشركات المصريه، ويبدا يبقى التصنيف ده معترف بيه عالميا ومستخدم مش بس في الدول العربيه بس في كل دول المنطقه باذن الله. يعني اذا يعني كما علمت من الرفقاء انه اصبح تصنيف في حركه، اهو حركة نشاط عربي. إن شاء الله نحن بإذن الله السنة القادمة حنكون لنا منصة خاصة للتصنيف بإذن الله تعالى. زين. ومؤتمر سنوي. ونكون نحن أنجزنا التعاون الملموس مع الشعب المصري ومع كذلك السلطات المحلية. أخيراً، هل وضعتم يعني ما تقوم به هيئة الإمارات للتصنيف، لن أقول تحت اختبار، ولكن أدركتم من خلال الجولات العربية حجم هذه الفكرة وانطباعات؟ نعم، نحن عندنا اعتماد في دول عربية الخليجية تقريبا معظمها، وفي الدول العربية تقريبا لا تقل عن 4-5 دول عربية اوريدي تم اعتمادنا في كتصنيف. وعندنا حتى اكبر علم بنما تم اعتماده. زين. نعم، فتصور تصنيف عربي تم اعتماده بواحد من اكبر السلطات العلم في العالم. زين. فلهذا السبب نحن الان تحركنا الى المنطقه بشكل اقوى. وللعلم الجامعه العربيه في احد اجتماعاتها في 2016 اقرت على اعتماد تصنيف. نعم، في بشكل رسمي. نعم، بحضورته، ولكن بحضور وزراء المواصلات. نعم، ولكن ترك المجال اختياري للدول انها. نعم نعم نعم. طب اخيرا شعاركم ايه في هيئة؟ هذا فخر. فخر واعتزاز. في نقطة مهمة جدا دكتور، الدول الأجنبية المنافسة لنا اللي هي السلطات العالم الأخرى، سلطات التصنيف العالمية الأخرى مثل روز بيروفرتاس لويز، يسألون كيف قدرتوا كيف استطعتوا أن تطلعوا من إلى العالم أو إلى العالم بطريقة في وقت وجيز
بكفاءات عاليه وبغض الجزء. نعم نعم، لان الموضوع خروجك انت انك تعمل تصنيف مكلف جدا في البدايه، وكذلك تحتاج الى كفاح ومقاومه في السوق. مشاهدي الاعزاء، كانت هذه حلقه خاصه من برنامج فرسان التنميه حول تكريم هيئة الإمارات للتصنيف كرائد من رواد الجودة إزاء ما حدث من توهج هنا في الوسط المصري إزاء تواجد هذا الجناح ضمن جناح موانئ أبو ظبي، والتي شرفنا فيها بلقاء ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة. أشكرك في النهاية فندم، وأتمنى لك مزيد من التوفيق إن شاء الله. وأنا أشكركم تحت الفرصة بمقابلة أحد القنوات الرائدة في مجال إظهار رواد العمل الوطني، والحمد لله كذلك لي الفخر أن يكون معي مهندسين ذو خبرة عالية جدا. تمثيل الوفد المرافق. الحمد لله، أشكركم جزيلا، وإن شاء الله نلتقي السنة القادمة مع بعض بإذن الله. مشاهدي الأعزاء، دائما مع تصنيف هيئة إمارات التصنيف الحقيقة دائما في المقدمة. شكرا، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.